كشف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتنسيق مع شبكة مدنات الأوروبية عن نتائج التحقيق الوطني حول انتشار وتعاطي المخدرات بالوسط المدرسي، حيث بلغت نسبة استهلاك مادة الحشيش أو القنب الهندي 2.27% في مراكز الدراسة، وفي دراسة شملت أزيد من 12,000 تلميذ ب 46 ولاية. وتفاصيل مع رفيق الفلا وأحمد قارة. أرقام مخيفة حول تنامي استهلاك المخدرات بمختلف أنواعها، الكحول والتبغ بالوسط المدرسي، معطيات كشف عنها تحقيق ميداني للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتنسيق مع شبكة مادنات الأوروبية. والنتائج هي قلنا 12,103 استبيان تلميذ، يعني 12,103 حسب انواع، كان الكنابيس هو الحشيش، كان خلينا نسميوه حشيش 2.72، هذا اللي استهلكوه 2.72% اللي استهلكوا الحشيش في السنة الأخيرة. البيانات أكثر عدد من البيانات ممكن اللي بعد ذلك إعداد استراتيجية منسجمة منطبقة مع الواقع. القنب الهندي، المؤثرات العقلية وحبوب الإكستازي اجتاحت الوسط المدرسي الجزائري، حالة تبعث بالقلق والتساؤلات عن مستقبل التلاميذ المدمنين عليها. في الوسط المدرسي معلومات كثيرة حول استعمال السموم هذه، دونك حنا اللي نعرفوه بصفه عامه نعرفوا انه كاين على حسب المراكز الاستشفائيه، حنا عندنا مستشفيات وعندنا مراكز مخصصه لهذ المدمنين. تعاطي المخدرات هو آفه اجتماعيه خطيره جدا، يشكل خطوره كبيره على ابنائنا سواء كانوا متمدرسين او غير متمدرسين، ولذلك يجب ان نتصدى لهذه الظاهره جميعا، لانها تشكل السبب الرئيسي في حدوث الجرائم في المجتمع. هذه الدراسة التي ستسهل من عمل الخبراء في الميدان لاتخاذ استراتيجية وقائية من هذه الآفة التي أخذت منحنى تصاعدي في الوسط المدرسي الجزائري. وللحديث عن هذه الظاهرة وظواهر سلبية أخرى مسجلة في الوسط المدرسي وأسبابها مع ضيفي في الأستوديو السيد مصطفى فيوتمان المستشار التربوي، صباحكم سعيد. صباح الأنوار ومشكور على الدعوة. العفو. كما ستلتحق بنا سيدة فايزة بدحان الباحثة في علم النفس العيادي عبر الهاتف بعد قليلة. إذن أبدأ معك سيد مصطفى فيوتمان للحديث ربما عن هذه الظواهر السلبية التي وصلت إلى حد الإدمان أو تعاطي المخدرات داخل الوسط المدرسي، إلى جانب السرقة، الاعتداء والتحرش الجنسي وسرقة وعدة ظواهر سلبية أخرى مسجلة في الوسط المدرسي للأسف. هذا ربما يقودنا للحديث عن الانضباط داخل المؤسسة التربوية. ما يخفاش عليك الأخت إيمان أنه المدرسة فيها قوانين وفيها تعليمات وتوجيهات يخضع عليها كل طرف داخل المدرسة، سواء كان فريق تربوي إداري، فريق بيداغوجي، وكذا التلاميذ المتمدرسون في الثانوية، بحيث أنه باش نأطروا التلاميذ نتاعنا في نهايه السنه الدراسيه، هناك نظام داخلي في نهايه السنه الدراسيه يجتمع مجلس التوجيه والتسيير لدراسه هذا النظام واثراء بنوده، بحيث وهذا مجلس التوجيه والتسيير متكون من اعضاء شرعيون ومنتخبون، وكذا من جمعيه اولياء التلاميذ، وحتى من ممثلين عن التلاميذ الأقسام، سواء كان سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة. لما يتفقوا على بنود النظام الداخلي للمؤسسة في بداية السنة الدراسية أو في نهاية السنة لما التلاميذ يجوا يسجلوا، نقدموا لهم نظام داخلي تاع المؤسسة للوالي والابن في آن واحد، يقرأوه بتمعن والوالي يروح يصادق عليه في بداية السنة الدراسية،
يلتزم به يلتزم التلميذ بتطبيق جميع البنود التي ذكرت في القانون الداخلي. نعم. وهذه البنود شكون يلزم التلميذ بالخضوع لهذا النظام؟ هو المستشار التربية والمساعدون التربويين اللي من مهامهم التربوية البيداغوجية هو تطبيق وتفعيل النظام الداخلي في المؤسسة. نعم، لكن لما نشوف مثل هكذا تصرفات سلبية داخل المؤسسة التربوية، من سرقة، اعتداء، عنف يعني بصفة عامة داخل المدرسة، وحتى لو وصلت إلى ظاهرة تعاطي المخدرات داخل المؤسسة التربوية، يطرح هنا نطرح السؤال حول ربما فائدة وفعالية هذا النظام، نظام الانضباط في الوسط المدرسي. يعني تقدموا عبارة عن تعليمات هكذا وضوابط تقدم للتلميذ وولي التلميذ، لكن في الميدان نشهد عدة ظواهر سلبية التي وصلت كما قلت إلى تعاطي المخدرات. وأنا نحمل يعني بكل موضوعية، أنا نحمل المؤطرين اللي من مهامهم هو تأطير التلميذ داخل المؤسسة. إذا كان مستشار تربية أو المساعد التربوي اللي من مهامه التربوية هي مراقبة التلميذ من بداية دخوله إلى 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 المؤسسة إلى خروجه من المؤسسة، هذا المؤطر اللي ما يقومش بالواجب تاعهم، بعد التلميذ واش راح يصالوا؟ راح يكون له تمرد، وراح كل حاجه اللي تجي، لانه راه مراهق، والمراهق هذا ما عندوش ضوابط اللي راح ضوابط ايجابيه اللي راح تقوده الى 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 انه يسير في طريق مستقيم. دائما عنده هزات وعنده عثرات، وهذه العثرات والهزات هناك مؤطرين اللي دائما قدام التلميذ اللي يوجهوه ويهذبوا السلوك تاعو. اذا كان المستشار التربوي اللي لازم يكون في بدايه دخول التلميذ امام الباب في مراقبه التلاميذ وحرصه وفي نظامهم وفي انضباطهم وفي هندامهم وفي في 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 سلوكاتهم، واذا كان المساعد التربوي ما يقومش بالواجب تاعو عند دخول التلميذ تاعو ولا عند الاستراحه تاعو، ما يخفلكش انه احنايا كمستشار تربويين وكمساعد المستشار التربيه والمساعد التربوي هو الرئه، هو الاكسجين والعمود الفقري في المؤسسات التعليميه. اذا كان هذا الفريق ما يقومش بالواجب نتاعو داخل المؤسسه، راح المؤسسه بكاملها تمشي بعثرات وتمشي بمشاكل. فعلى هذا نقول باللي لابد لكل طرف داخل المؤسسة أنه يقوم بالمهام تاعو التربوية البيداغوجية المنوطة به. نعم، دون سنعود إلى مهام الفريق المدرسي كما قلت سيد مصطفى فيوتمان. تلتحق بنا الآن السيدة فايزة بدوحان، الباحثة في علم النفس العيادي، وهي كانت أيضا أستاذة اللغة الفرنسية سابقا. أهلا بك وصباحك سعيد. صباح الخير. صباح النور. أهلا بكم. صباح النور سيدة فايزة بدوحان. أكيد استمعتي لما قاله سيد مصطفى فيوتمان بخصوص القواعد التنظيمية أو نظام الانضباط المدرسي، وربما لاحظوا في الميدان أو في وسط المدرسي عدة ظواهر سلبية تسجل في كل مرة التي وصلت من السرقة إلى من الاعتداء السرقة، ووصلت إلى حد التحرش الجنسي وأيضا الإدمان على المخدرات. في هذه الحالة ربما نتساءل عن أهمية هذا برنامج الانضباط في المدرسة، عن فعاليته وكيف يجب أن يكون، حتى ربما يكون في تفاعل مع تفاعل التلاميذ مع هذا النظام. نعم، أحييكم وأحيي الأستاذ المستشار التربوي. وطبعا يعني الانضباط والنظام الداخلي الذي تشرف عليه المؤسسة يعني جد ضروري. يعني لو ما يكونش هناك نظام داخلي يعني يساعد الطفل أن يكون يعني في إطار، يعني يكون عنده إطار يخليه يعني يفرض عليه يعني
كما نقول اون ديسيبلين اللي يفرض عليه انه يحترم هذاك النظام. يعني الطفل يعني سواء في الثانويه ولا في المتوسطه يعني هو طفل مراهق. نعم يعني لكن في هذه الحاله يعني بالنظر الى الظواهر السلبيه التي نسجلها في الوسط المدرسي ونشوف عده تعليمات خاصه بالانضباط التي تسلم للتلميذ وولي التلميذ، يعني في هذه الحاله نتساءل عن فعاليه هذا النظام، لماذا التلميذ اليوم اصبح ربما لا يحترم معايير الانضباط داخل المؤسسه التربويه حتى وصل به الى هذه الدرجه من التصرفات السلبيه؟ هو يعني هناك كما نقولوا ثاني طريقه لا غير لا مانيير، يعني هذا النظام ليس يعني رانا نتعامل مع ماده، ما راناش نتعاملوا مع ماده جامده، رانا نتعاملوا مع اطفال، مع تلاميذ، مع مراهقين، كل منهم له سمات في شخصيته، كل منهم له تنشئته الاجتماعيه، كل منهم له مشاكل اجتماعية، إذا يجب أن تكون نوع من المرونة والتعامل مع بعض يعني في اختيار بعض الأساليب لتطبيق هذا النظام، يعني ما تكونش فيها نوع من الغيجيديتي اللي تخلي هذا الطفل ربما هو غير معتاد على نوع على هذا النوع من النظام، لان هناك بعض الاطفال يعني عندهم مشاكل عائليه. نعم. يعني الحديث ربما سيده فيزا بدوحان، تحدثتي عن التنشئه الاجتماعيه والمؤسسه او المدرسه تعد هي ربما اداه من اداه الضبط النفسي للتلميذ لتساهم في تنشئه حسنه للتلميذ الى جانب يعني بعض الاسره. في هذه الحاله يعني لما نشوف يعني نظام الانضباط في المؤسسه التربويه، هل هو ربما ياخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعيه التي يمر بها التلميذ في وسطه الاجتماعي، يعني وسط الاسره والمجتمع؟ يعني طبعا يجب يعني هذا النظام يعني علينا ان نحترمه كمعلمين ولا كمدراء ولا كمستشارين ولا كتلاميذ، انه نظام يعني داخلي يعني مصادق عليه من طرف الوزاره والهيئات يعني التي تشرف على النظام التعليمي، علينا كلنا ان نحترمه، ويجب ان يحس التلميذ ان هذا النظام ليس مطبق عليه فقط. نعم. او مفرض عليه. لكن هل يحترم النظام ربما الظروف الاجتماعيه للتلميذ، يعني الظروف التي يعيشها وسط اسرته؟ لانه نعلم انه في الاسر يكون فيه مشاكل والتي تؤثر بشكل كبير على نفسيه التلميذ، هذا الشيء ربما ليدفعه انه يقوم بتصرفات غير مقبوله في الوسط المدرسي. طبعا طبعا اكيد، وهنا على الاولياء يعني يجب ان يكون تحضير نفسي واجتماعي وتربوي لهذا النظام، يعني على الاولياء ان يقومون بدورهم فيما يخص الارشاد والتوجيه والتحضير. حتى الاخصائيين الثانيين موجودين في سواء داخل المؤسسه او خارجها يساعدون التلاميذ الذين لديهم بعض المشاكل فيما يخص التكيف والافراط الحركي وعدم الاستقرار يعني النفسي الحركي وبعض المشاكل الاخرى المتعلقه بالميدان التربوي التعليمي. يعني والاولياء لازم يحضروا للسنه المقبله، ما يخليش يعني يشريو غير الادوات فقط والملابس الجديده للاستعداد للدخول المدرسي فقط، بل يجب ان يكون تحضير نفسي وتربوي توجيهي للابناء، انت راك راح تروح لهذه المدرسه، راح تروح لهذه المتوسطه، ولا راح تروح لهذه الثانويه، اذا هناك نظام في هذه الثانويه عليك ان تحترمه وان تحترم التوقيت وان تحترم الاساتذه وان تحترم يعني هذا يدخل في التنشئه الاجتماعيه، يعني هنا الاولياء عندهم دور كبير باش يوجهوا الطفل. لان هذا ماشي موضوع. سيده فايزه بدوحان، اعطي الكلمه الان ضيفي في الاستوديو سيد مصطفى فيوطمان، ساعود اليك، ابقي معنا. سيد مصطفى فيوطمان، السيده فيزا بدوحان تحدثت عن دور الاولياء في
توعية التلاميذ بالطفل يعني بأهمية احترام قواعد الانضباط المدرسي، لكن هنا تحدثنا ربما طرحت عليها سؤال لم تجبني عنه، سأعيد طرحه عليك أستاذ في عثمان. في هذه الحالة بما أنه ربما التلميذ حتى يوصل إلى تصرفات غير مقبولة في المجتمع، هنا نعود إلى ربما أسباب ذلك، وتعود في غالب الأحيان إلى الضغوطات النفسية التي يعيشها وسط أسرته. ربما يكون عنده مشاكل في الأسرة، هذا الشيء ربما يخلف له مشاكل لما يزيد يروح يلتحق بالمؤسسة التربوية، يجد ضوابط هو مجبر على اتباع تعليمات. يعني هنا في هذه الحالة يجد التلميذ نفسه في محيط منغلق، يعني من بين الضغط تاع الأسرة إلى ضغط المؤسسة التربوية، هو اللي يخليه ربما يفجر طاقات السلبية اللي فيه للداخل، ويقول بأنه أنا خلاص ما نحترم حتى شيء وندير وش يساعدني. في هذه الحالة هل يحترم النظام الانضباط المدرسي ظروف الاجتماعية ونفسية التلميذ في هذه الحالة؟ شوفي الأخت إيمان، ما يخفالكش أنه علاقتنا احنا كمؤطرين تربويين بيداغوجيين في الوسط التربوي مع أبنائنا التلاميذ هي علاقة تعود تاع احترام تاع إصغاء. أنا راني داخل الوسط التربوي، سواء كنت مستشار تربوي، هذه لازم تكون، هذه قاعدة أساسية. أنا كمستشار تربوي أو كمساعد تربوي أو كأستاذ أو كمدير أو كناظر أو كمقتصد أو كحاجب، العمل التاعي داخل المؤسسة التربوية هو عمل تربوي، هو عمل توجيهي. التلميذ الوزارة جعلت هذا الكم الهائل من المؤطرين التربويين البيداغوجيين الإداريين، هو في مصلحة التلميذ، هو في متابعة في مصلحة المجتمع بصفة عامة. لأنه التلميذ اليوم هو ربما نقول الإطار اللي راه داخل فيه هو الإطار هذاك، الإطار الحيز اللي داخل فيه داخل المدرسة. هذا الحيز اللي داخل المدرسة، هذو الأعضاء الإداريون والتربويون والبيداغوجيون هما للتلميذ. إذا كان والتلميذ التلميذ ماهوش ملاك، هو التلميذ يحضر، هو التلميذ يخطأ، وإحنا يا نبني من الخطأ نتاعو وثبان، نبني من الخطأ نتاعو تصحيح مسار، هذا هو اللي لازم المستشار التربوي يخدم به، هذا هو اللي لازم المساعد التربوي يخدم به، هذا هو اللي لازم الأستاذ يخدم به. إذا كان التلميذ في لحظة ما دار تشويش في ساحة المؤسسة ولا قلق الأستاذ في قاعة الدراسة، ماشي أني لازم أنايا اخرج روح جيب باباك ولا اخرج من نحرمه من الدراسه، انا نعرف الدواعي والاسباب لذلك ونعالجها. معذره الاخت، معذره المدرسه الجزائريه، معذره الاخت، نكمل الفكره فقط في معاقبه التلميذ. لا نفكر نكمل الفكره برك، انه حنايا كمؤطرين تربويين نقولوها بكل صراحه، لانه هذا الشيء راه يالمنا، رانا نعيشوا في الوسط التربوي ورانا نشوفوا سلوكاتنا، احنا سلوكاتنا كتربويين كبيداغوجيين جهه ابنائنا التلاميذ. اذا كان النظام نادوه بالتجبر والتسلط هذا ما كاش منه. النظام والانضباط يأتي بروح الإصغاء بالتعاون. هناك تعليم وزارية جاتنا عندها عامين تقول أنه كل مؤسسة ينشأ فيها لجنة الإصغاء والمتابعة. لجنة الإصغاء والمتابعة هذه ترفع الانشغالات تاع كل قسم. ما يخفلكش أنه الأستاذ الرئيسي المهم تاعو واش، أنا دخل المؤسسة، احنا رانا نشوفوا غير الجانب، نسعوا غير الجانب المادي. ما عليش الجانب المادي مشروع، ولكن عندك مهام تربوية بيداغوجية جيت التلميذ هذا لازم تقوم به. إذا اخترت أنتايا أنك تخدم في المدرسة وتربي الأجيال، هذا فضاء ماشي تاع أنك تجي تقدم الدرس تاعك ولا وتخرج. لا، هناك سنعود إلى هذه النقطة أستاذ مصطفى في عثمان، لكن في حالة ربما يكون تلميذ يعاني من ضغوطات في البيت دياله، ولما يتوجه للمؤسسة ويجد ربما كم هائل من الضوابط لابد عليه أن يلتزم بها، في هذه الحالة يعني لما تلاحظوا أنه بصفتكم أنتم كمؤطرين وأيضا مستشارين تربويين، في هذه الحالة كيفاش تتعاملوا مع التلميذ اللي يكون ربما عنده تصرفات غير مقبولة داخل المؤسسة التربوية؟ كيفاش تتعاملوا معه خاصة لما يكون يعني لجأ إلى سلوك غير مقبول مثل الإدمان وتدخين داخل المؤسسة التربوية؟ هنا كيفاش تتعاملوا أنتم مستشارين مع التلميذ؟ شوفي الأخت إيمان، وزارة التربية ما غفلتش على إصدار قوانين في هذا الشأن،
مثلا الاستاذ الرئيسي وش المهام نتاعو؟ الاستاذ الرئيسي هو يرفع انشغالات القسم من الاستاذ الماده، مثلا كاين 10 مواد التلميذ يقراها، الاستاذ الماده يرفع انشغالات القسم الى الاستاذ الرئيسي من حيث المواظبه والانضباط داخل القسم، سلوكاته وتعليمه داخل القسم. اذا شاف اي تلميذ سلوكاته غير لائقه في القسم هذا، لا من حيث النظام والانضباط ولا من حيث القدره نتاعو في التعلم نتاعو، يرفع الانشغال هذا للاستاذ الرئيسي. الاستاذ الرئيسي واش يدير؟ الاستاذ الرئيسي يدير تقرير مفصل، وهناك اجتماعات دوريه يحضر فيها المدير، الناظر، مستشار التربيه، مستشار التوجيه، الاستاذ الماده، ويناقشوا السبل الكفيله لمعالجه مثل هذه المشاكل. ولكن معظم المؤسسات التربويه ما يستخدم هذا بدليل ربما النتيجه هي انه لماذا وصل التلميذ انه يتعاطى المخدرات في المؤسسه التربويه؟ لانه ما كاش توجيه، نقولها بكل صراحه، ما كاش حتى مرافقه نفسيه، ما كاش مرافقه. المرافقه النفسيه ما تخضعش للطبيب النفساني، مستشار تربوي يقوم بالواجب النفسي جهة التلميذ، المساعد التربوي. في المؤسسات التربوية يعني المستشار النفسي أو الأخصائيين النفسانيين داخل المؤسسة التربوية أصبح تقريبا شبه منعدم في المؤسسات التربوية، كما نقولوا مش دائما تسمع بأنه في كل مؤسسة فيها أخصائيين نفسانيين يراعي، وربما الظروف التي يمر بها التلميذ في من مشاكل عائلية. شوفي الأخت إيمان، الكل فرد داخل المؤسسة يعتبر نفساني في جهة معالجة التلميذ تاعو. حتى الحاجب، لما التلميذ يدخل ويوقف معاهم في بداية الدخول تاعهم بابتسامة عارضة، فهو يؤدي الجانب النفساني جدا. حتى الأخصائي النفساني في المؤسسة التربوية يلعب دور كبير ويساهم، ربما يخلي يعطي أريحية للتلميذ. لا حتى الأستاذ داخل القسم، سيدة فيزا، أكيد الأستاذ هو في القسم، هو المعلم وهو الأب أو الأم داخل المؤسسة، داخل المؤسسة. احنا بيت كبير. نعم. في معالجة سلوكات التلاميذ، سواء كانت سلوكات نظامية، انضباطية، تعليمية. هذا لكن هو اليوم يعني للأسف يعني داخل القسم الواحد أكثر من 40 إلى 50 تلميذ ما يمنعش أن نقوموا بالواجب نتاعنا، يصعب الدور على الأستاذ. نعم. أعطي الكلمة الآن سيدة فيزا بدحان للحديث ربما عن الأخصائيين النفسانيين، دورهم في المؤسسة التربوية، هذا دور الغائب في مؤسساتنا، يعني دور مهم لكن تم إغفاله في المؤسسات التربوية. كيف يمكن أن يتعامل، أن يعيد دور الأخصائيين النفسانيين، ربما استقطاب هذه الفئة التي انحرفت إن أصح القول عن ربما الطريق السليم في المجتمع؟ سيدة فيزا بدحان. نعم تفضل. هو قبل أن يعني نقوم بأي عمل يعني فيما يخص هذه النقطة، هو يجب أن تكون من بداية يعني السنة علاقة ثقة بين الأولياء وبين المؤطرين في المؤسسة، وخاصة الأساتذة، لأن الأستاذ هو يعني الذي يتعامل مباشرة مع التلاميذ، يعني كاين متابعة يوميا، هو اللي يكون عنده دراية يعني ويتعرف على التلاميذ نتاعو أكثر. نعم. سيدة فيزا بدحان، لو نتحدث عن الحالات، نبدأ بعلاقة الثقة. نعم. عفوا سيدة فيزا بدحان. نعم. لو نتحدث عن الحالات الخاصة، يعني التلميذ لما يوصل أنه يدمن أو يتعاطى المخدرات وفي الوسط المدرسي، هذا يعني بأنه خلاص وصل مرحلة أنه ما عادش يهمه أي شيء. هنا في هذه الحالة يعني راهو التلميذ راهو يعبر لنا بصفة أو بأخرى عن مشاكل خلاته يروح ينحرف ويروح لهذا الطريق، يعني بما أنه الأسرة دياله راهي ربما ما نقولوا ما راهيش ترعاه بشكل مناسب. هنا في الوسط المدرسي كيف يمكن إعادة استقطاب مثل هكذا تلاميذ يعني توجهوا للإدمان على المخدرات؟ هي طبعا هو انا راح نقول لك، لما ما تكونش علاقه من بدايه السنه ويكون تنسيق، عامل تنسيقي يعني جاد، يعني هنا نضع دور الاسره، ربما الاسره نحملها المسؤوليه بالدرجه الاولى، لان التلميذ لما يتوجه الى مثل هكذا تصرفات يعني الاسره هي الاولى اللي تتحمل مثل هكذا، ربما تكون هي السبب الرئيسي في ادمان الطفل. هنا في هذه الحاله يعني المؤسسه التربويه بغض النظر عن دور الاسره، ما الذي يمكن ان تقدمه لهذا التلميذ؟
طبعا هو لازم يعني من الضروري يكون تنسيق بين الأولياء، تنسيق جاد يعني متابعة يعني التوجه إلى المدرسة يعني التنسيق مع الأستاذ. يعني عندما نلاحظ بعض السلوكات في بعض الأحيان هناك بعض الأعراض وبعض السلوكات، يعني في بعض الأحيان ما في المؤسسة ولا في الأسرة ما يعرفوش الأطفال تاعهم واش يعملوا، ما هي الانحرافات تاع الأطفال، لأن ما كانش هناك تقرب، يعني هناك إهمال، يعني هناك إهمال، يعني قبل أن يكون إهمال يعني من حيث الدراسة، يعني ما يهتموش بالدراسة تاع التلميذ، هناك إهمال يعني حتى في الميدان التربوي تاع التلميذ، يعني التلميذ يلقى روحه وحده، يعني غير مؤثر، يعني ما كانش نظام حتى في الأسرة، وما كانش متابعة، ما كانش تعطير، ولهذا لا يتقبل هذاك النظام، يجي كأنه كما تفضلتي وقلتي يعني يحس بضغوط، لأنه غير معتاد بهذه السلوكات التنظيمية نتاع النظام نتاع الانضباط نتاع، وعندما يلقى روحه وما يقدرش كما نقولوا المشكل تاع التكيف، لي تروب دادابتاسيون، هادو الاضطرابات تاع التكيف هما اللي يخليوه يعني يدخل في 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 تحت توتر يعني وتحت ضغوط، وهنا يبدا يفكر مع المرحله المراهقه مع المشاكل التي تظهر يعني في هذه المرحله لانها مرحله جد حساسه. اذا هنايا يبدا يبحث عن مصادر اخرى يعني يلجا لها للهروب وللتجنب، من بعد هنايا يحوس يخرج يحوس على نفس جديد. وعندما ما يكونش يلقى روحو ما كانش تأطير وما كانش الاولياء ما راهمش يجيو وما راهمش ينسقوا مع المؤطرين تاع المؤسسه، يعني في المؤسسه يعني في هذه الحاله سيده يعني نعم في هذه الحاله سيده فايزه بدحان، بصفتك باحثه في علم النفس العيادي، ما هي مقترحاتكم؟ الا ترون انه من الضروري اليوم الاعتماد على ربما يكون في ولو حصه في الاسبوع في المدارس للجانب النفسي لتكون مرافقه جيده للتلميذ في المدرسه؟ وطبعا يعني والان يعني راهم يشجعوا يعني تقريبا هناك مؤسسات يعني اللي فيها الاخصائيه النفسانيه، لانه خاصه في المجتمع الجزائري عندنا الاخصائيين النفسانيين الجزائري عنده ربما عقده من انه لما تقول له روح شوف بسيكولوج يقول لك بانه لا مانيش مريض. هنا ربما نتشجعوا على هذا الاخر، يكون في المدرسه تكون درس حتى انه ربما التلميذ يتفاعل حتى يولي يحب مدرسته. نعم يعني هو في المؤسسات يعني اغلب المؤسسات هي موجوده فيها يعني اخصائيين نفسانيين، لكن هناك بعض المؤسسات حتى لو كان ما يكونش اخصائيين نفسانيين يعني كاين هذوك الاخصائيين النفسانيين الموجودين يعني في ديسبونسير ولا في المؤسسات التربويه عندهم ديسبونسيرون اكسترن، عندهم تكفل خارجي دي كونسلتاسيون اكسترن، يقدروا يبرمجوا حتى مع التلاميذ اللي موجودين في المؤسسه ويكون غياب تاع ولا يكون ما كانش غير موجود الاخصائي النفساني يعني. نعم. وصلت الفكره سيده فايزه بدحان الباحثه في علم النفس العيادي. انتهى الوقت. نعم ناكد برك على حاجه يعني نقطه مهمه باختصار فقط من فضلك، هو يجب اعطاء ايضا هناك بعض التلاميذ عندهم قدرات خارقه ويبحثون عن ذلك الفضاء التوجيهي، عن ذلك الفضاء الذي يحسون في نفس الوقت بالتأطير وفي نفس الوقت احترام قدراتهم واحترام رغباتهم. نعم. ولن يكون ذلك إلا بتأكيد ذاتهم وإعطائهم المكانة الضرورية وإعطاء المناسبة وإعطائهم تقدير الذات يعني احترام شخصيتهم، حتى التلميذ وهذا الطالب له شخصية وله قدرات وله يعني باش ما نظلموش احنا التلاميذ. نعم. ومن كما نقولوا نتحملوا مسؤوليتنا كمؤطرين. نعم. يعني وصلت الفكرة سيدة فايزة بدحان الباحثة في علم النفس العيادي، شكرا جزيلا لك. نظرا لضيق الوقت أعطي الكلمة أخيرة للسيد مصطفى فيوتمان باختصار من فضلك. أنا نكمل الفكرة باختصار، معلش أنا نكمل الفكرة فقط ونعطي الحلول كذلك في الوسط التربوي. في يوم كنت نخدم في إحدى الثانويات، أنه في نهاية السنة الدراسية نلقى الطفلة منعزلة وتبكي، قلت لها وش بيكي بنتي؟ قلت لي خلاص يبون طلعتي للسنه الثالثه والعام الجاي ان شاء الله نفرحوا في البكالوريا تاعك. قالت لي انا راح نفقد الاسره نتاعي مده 3 شهور، راح نفقد الاسره نتاعي التربويه مده 3 شهور. هذا ما جاش هكذاك،
هذا جاب بالتضافر الجهود. احنا كمؤطرين تربويين بيداغوجيين تلاميذ، احنا عائله داخل المؤسسه، يسود بيناتنا الاحترام، الاصغاء، روح التعاون، تهذيب سلوكات، هذا هو اللي لازم نقوم به داخل المؤسسه التربويه كل واحد فينا. بالنسبة للحلول، التلميذ داخل المؤسسة، أصبح التلميذ شغل روبو داخل المؤسسة، يجي الصباح 8 غير 4 يدخل القسم نتاعه ويخرج على 12 ويولي وحده ويخرج على 3. لا، هناك أمور داخل المؤسسة، فضاء داخل المؤسسة، ترفيهية، أنشطة رياضية، أنشطة ثقافية داخل المؤسسة، راح تعطي نفس جديد للتلميذ هذا، ويحس بالتلميذ، يحس التلميذ بالصحة والطاقة نتاعه والطاقة نتاعه. بصح حنا كمؤطرين تربويين بيداغوجيين ما راناش حابين نخدموا، المهم نخدم وقتي ونخرج نروح. انا عندي فضاء داخل المؤسسه وعندي فضاء خارجي اللي يكمل التلميذ داخل المؤسسه. انا نقول ان شاء الله بربي الكريمه اخيره باختصار، نقول لك احنا كفريق تربوي بيداغوجي لازم نتضافروا كل واحد في اطار المهام المنوطه به في مرافقه ابنائنا التلميذ، لانهم هم تاج الجزائر غدوه ان شاء الله، من حيث نظامهم، من حيث انضباطهم، من حيث سلوكاتهم، اللي غدوه ان شاء الله راح ياثروا في المجتمع ان شاء الله. وما نعياوش يعني في في في, في تربيتهم وتوجيههم، ربما هو مشروع رئيس مستقبل أكيد. هذا اكيد ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد مصطفى فيوتمان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. بارك الله فيكم. اذا